تتواصل أعمال مؤتمر طب القلب الرياضي الذي ينعقد خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع من ديسمبر الجاري. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أوضح الدكتور عادل خليفة استشاري القلب بمركز محمد بن خليفة الخليفة التخصصي للقلب أن محاور اليوم الثاني من المؤتمر ركزت على السبل المثلى لتشخيص وعلاج الرياضيين من أمراض القلب والشرايين، كما تم تناول عدة مواضيع تتعلق بممارسة الرياضة بالشكل الصحيح. في يومي المؤتمر الأمس واليوم تمت مناقشة العديد من القضايا الصحية التي تهم الرياضيين والناشطين الرياضيين بشكل عام، وطبعا نسعى بالخروج بمجموعة من التوصيات الخاصة بتشخيص وعلاج الأمراض التي تصيب الرياضيين والناشطين الرياضيين. طبعا احنا في اليوم اللي هو اليوم الثاني لجلسات المؤتمر تمت مناقشة ثلاث جلسات، اثنتان باللغة الإنجليزية وواحدة باللغة العربية، وتم مناقشة مواضيع خاصة بعلاج الرياضيين المصابين بالضغط والسكري والرياضيين المصابين بانسداد الشرايين التاجية وكيفية علاجه.